شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، ذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن مصر تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للدورة 27 لقمة المناخ العالمية والتي تعقد في مصر. كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر تعي تطلع شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.